Conexión, conexión, conexión. سلام سلام ان شاء الله الكونيكسيون تخدم خاطر عندي كونيكسيون ضعيفه. سان جيروم بعيده شويه. باه انا اليوم ما الي ديفيرون راهو لايف. موضوع تاني قال المصري. بسم الله مش نقشر مش نطيب عشايه. حسيلو قلت يا خلينا نحللهم لايف خاطر جاوني ممكن دو ولا تروا كيستيون على الميغراسيون وعلى العيشه في كندا اكسيتيرا والناس معناتها اللي زيت واسكو سا ميغيت معناتها دي ميغري اكسيتيرا. دونك انا باش نحكي لكم سو فورم دو حلقات كل مره تو نحكي لكم شويه على تجربتي ونحكي لكم معناتها اللي نعرفه فهمت حسب رايي واللي نعرفه انا فهمت. يا خيتي يا خيتي يا خيتي يا هلا ولاد يا ودي السلعة. سلام حنان حنونة يا كوزين شنو احوالك ان شاء الله تكون بألف خير. السلعة حرتلي فويمي حاشاكم. حسيلو مع الصغار بصراحة ما تنجم تعمل حتى شيء هاي المفيد هكا. بالنسبة للميغراسيون معناتها يا خير ولا مش خير واسكو سافو لابين واحد يخلي بلاده ويمشي وكل حديث وكل كلام. لحظة بالله خلينا نجيب حاجة نصب فيها هلا. باهي كندا بالذات كندا بالذات راهي ماهيش كيما البلدان الاخرين راهي فريمون يحب لها معناها دي توت اون بروسيدور وكل شيء. معناتها باش تكون ايميغراسيون شرعيه راهي ما ثماش هالي درا شنو ودبر لي وكل يصخايبوا الفيزا عند العباد ولا مضمض مضمض كومبليتمون زيدا يا ولدي يفليوك قبل ما تطلع. اهلا اهلا دريه اهلا جنه جنه اهلا عايشك يا حنان والله ليك وحشه كبيره نعرفك ليه يا وكل ما عادي ما جست يعني نسال عليك. دونك كندا قلت لكم مختلفه. انا بالنسبه ليا راجل يمكن قدم دو ولا تروا فوا وحده رفزو بالفامي راهم حاشتهم بالصغار. نعطيكم الريزومي حاشتهم بالصغار يعني يتربيوا لهنا يعني اللي عنده صغار باهيه فهمت. شنو احنا نحبوا لافونتور وقت اللي معناها قدمنا الدوسي وكل شيء وسعنا بالنا احنا ديجا وقتها معناتها من بعد سافرنا للسعوديه اونتر طون معناها اون اتوندون دوسي سافرنا للسعوديه قعدنا نستناو في الدوسي مع الصغار الحقيقه معناها يتساهلوا معناتها عندك صغار يحبوا خاطر حاشتهم بالصغار سورتو لي كادر اللي تلقاهم معناها عباد قاريه ويونيفرسيتير وكل شيء في ساي يقبلوهم. اما كوميم احنا اخذنا كوميم 5 هو اقل ياخذ 3 ولا يمكن اقل في صبان فلوس معناها راهو في صبان فلوس. انا مانيش ريكيرونت برانسيبال راجلي هو اللي قدم الدوسي اما في صبان فلوس كوميم يعني مش فاهمة صبان ما يلزمك باش تسافر تهيئ نفسك نفس روحك نفسانيا اللي انت راك باش تعاود ازيرو راهو كان في بالكم بالبالة فما بالبالة اما الثلج الثلج يا عمري ابيض في الابيض الابيض بالبالة بالحق الابيض 6 شهور الثلج 6 موا. بالنسبة للصغار بيان سور خير للصغار خير نعم ماما البلوط كسر لي قعدوا بلوكي يتكبسوا وها الله غالب مش عندي نعمل له ما تلوحوا حطوا غادي تو بالك شي بوك يصلحوا له بسم الله على ودي يلا غالب قلت بوك ما نشريهاش خرده قال لي لا باهي هيا دبروا رزقكم هيا اش عندنا فيه هذا الكل اش عندنا فيه. اللي عنده صغار يعني فريمون عيشه غادي سهله ماهيش سهله طبيعي مش سهله يلزمك مش ديريكت باش تلقى خدمه انسى بون الترافاي جينيرال موجود معناها الترافاي جينيرال اللي هو اللي معناها باش تخدم اللي جي موجود معناتها راك ماكش تم مثلا باش تطلع مهندس ماكش تخدم مهندس ديريكت ثم بورتون معناتها خدمات معينه يمكن كيما لانفورماتيك وكل موجودين معناها تلقى ثم دي دومين كيما لانفيرميي زاده تلقى
فهمت؟ اما راهو الكري غالي، معناها ماكش باش تحسب معناها قداش تصور، راهو الكري غالي والعيشه نتاعها غاليه. معناها نحكي لكم انا الرسمي في الرسمي بكل موضوعيه معناها. وستة شهور راهي ثلج. الصغار الحقيقه حياتهم خير برشا، بالطبيعه خير برشا، تفرهيدهم خير برشا. ليكول معناتها اللي عنده صغار ما يتحيرش عليهم بقدره ربي، معناها يعيشوا في بيئه اخرى، اللي جاي على جال الصغار سافو لوكو. اما يلزم يكون اوفير للمغامره، اوفير انه معناه يبدل الدومين، اوفير لكل شيء، فهمت؟ ما يبداش معناها انسان كانوا مسكر وناوي جوست يحب حاجه معينه وكل، لا. نجم تعاود، تنجم تكمل تقرا هنا حتى عمرك 70، تعاود تقرا على روحك. شنو هو اخر؟ ما تموتش بالشر، تخدم على روحك تلقى، لازم يعني تلقى. الانسان اللي معناها ما نقولوا احنا ما يعرفش روحه بالعربي، يلقى يلقى اي خدمه معناتها يلقى. ما تموتيش بالشر وما تموتش بالشر. الصغار المكتب معناتها يقولوا يحبوه، تلمو عندهم هكاو بلاد متقدمه سورتو في التعليم. مجتمع مجتمع فيه وعلي بصراحه، باش تنجم تنتجري فيه صعيب شويه. من ناحيه شنو؟ نجم تنتجر في الترافاي في السوسيتي، اما في الاخلاق والكل سورتو. نعم وعلى سعد بابا اوه، وعلى سعد امي اوه. اي اسمع قيلوني توا، خلي مخي راسي راك احترف تتقطع ولا دبروا روسكم، سيبوني توا. سلام سلام سام بونسوار. طبتهم والله الطب برشا عباد ما تحبوش، وبرشا عباد عادي معناتها، اما برشا عباد كيما يقولوا فيه النقد معناها يبطاو، مش تعمل حاجه معناها تقعد بالعام وبالعامين ساعات وحتى اكثر، يعني عندهم ياسر لاتونت، فهمت؟ بخلاف انه بصراحه راهو عندنا اكفاء في تونس، عندنا اكفاء بالكدا. اما شنو هكا مثلا جراتوي باش تولد لهنا ولا حاجه معناتها على الدوله، فهمت؟ هذاك اللي يشجع الناس وكل. والحقيقه سبيطاراتهم عباره دي كلينيك معناتها اكيد معناتها خير وكل. انا تجربه الاولاد نتاعي ولدت، كان ولدي نيميرو 4 لهنا تبارك الله عبيد ما شاء الله، ولدته عام 2011 وقت اللي جيت لهنا، وقت اللي جيت في مغامره معناها، جيت اولادي كل زغزغ وانا كرشي على قلبي في 13 جور وندخل، لا 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 3 جور وندخل في التاسع. انا وقت اللي جيت 3 جور وندخل في التاسع، يا لهوي يا لهوي. ما شاء الله معناتها طلعت في الطياره وكل، كرشي صغيره ما تبانش، اما هما ما شاء الله ولادي راهو 3 كيلو و900 هكاك هبط. اما فريمون تجربه طياره معناتها احسن احسن ولاده ولدتها الحقيقه معناتها، فهمت؟ من ناحيه الاعتناء ومن ناحيه فيليسيتاسيون ومن ناحيه المورال ومن ناحيه الانسانيه ومن ناحيه الشيء هذاك، بيان سور خير ب1000 مره وب2000 2000 2000 مره. انعم انا ولدت ولادي في الكلينيك الاخرين تعرف لا مت فيهم. فات جو سي اون لايف سا وبرافو سي تري بو يعطيك الصحه. اي جو سي اون لايف. ما يعطيوش الدواء خاطر يحبوا البدن يخدم، البدن راهو اسمعني انا بيدي نكره الدواء، ها نقول لكم نعطيكم من الاخر ونظريه صحيحه 100%. لا 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 تاخذ هكا دو بلاش تاخذ، خاطر تو باش نتعشاو ما نحبكش تفزد عشاء. علاش؟ خاطر المناعه تقتلوها معناتها تموت. احنا في تونس مثلا تمشي الفارماسيه من ثاني نهار اول نهار ساعات، اه قريجمي لا تعمل لا زيت لا قارص لا حتى شيء، لا تستعمل مواد طبيعيه لا شيء، اه 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 ساين غفلقش نموت، هاي 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 يصخيبوه جازوز، يمشي ديريكت الفارماسيه، فارماسيه يلطخ بالانتيبيوتيك ديريكت عادي. اوكي هاي تفضل طبيب هو سيتو. لا لهنا يقول لك مادام ماهوش فيروس قاتل ولا فيروس معدي ولا معناها حاجه خطيره ما ثماش انتيبيوتيك، خلي بدنك يقاوم يعمل المناعه نتاعو لين يخرج الدواء على روحه باش. وبالحق وبالفعل انا واحد كيما راجلي تقويت مناعته على خاطر ما عادش ياخذ الانتيبيوتيك. بالنسبه للواحد خذوا العسل، العسل والثوم، قصوا اعملوا العسل الحر وسنون ثوم، قص كل مره زوز سنونك هكا ما تكثرش، وعاود من غدوه ولا من بعد غدوه في الصباح خذ مغرفه، في القايله خذ مغرفه، وفي الليل خذ مغرفه، وتذكروا بقدره ربي تبرع. قريجمك ولا صدرك ولا انا لازم 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 نحيته بهذاك، سبحان الله راهو اسمع ما ثماش خير من الدواء الطبيعي.
اما واظب عليه، مش تاخذوا مرتين وتقول اه شيء شيء ما نفعني. واظب عليه كما تواظب على الانتيبيوتيك، واظب عليه. بالله زيدوني البطاطا، زيدوني زيدوني البطاطا الاولاد. ولا استنى يزي بركات، خلي باقي البوكة يزي. انا باش نفيدكم في معلومات جينيرال، فهمت؟ اما توسكي داخل بالبعثين وبالدوله وبالاميغراسيون كل شيء، جي با اون غراند معناتها غير شوز، معناها ما عنديش انفورماسيون صحيحه. ثم ناس تلقاها مختصه ساعات، معناها دي اجون ودي حي يعرفوا الشيء هذايا. انا ايتون دوني جيت مع راجلي وكاهو، يا ودي اللي يقول لي اكاهو امشي وكاهو، فهمت؟ ما ركزتش معاه في البروسيدور اكسيتيرا، تبع البروسيدور وكاهو. نجم نهبط لكم السيت اللي بعثت معناها فيه راجلي نتاع الميغراسيون. ايه ثم ناس تمشي على طريق دي اجونس زاده، اما سا كوت بلوس دارجون. المفيد راهو معناها بالنسبه للصغار كيما في اي مكان يزمك تربي صغارك، مش جايبهم لهنا باش تلوحهم. زاده انت في تونس في المريخ في زحل في مارس، راك يزمك تربي صغارك، يزمك تركز، هذا موضوع اخر تربيه الصغار. يزمك هكا هاو تتعب، يزمك معناها تي فورني ان افور وتربي صغارك باش تلقى نتيجه وباش تلقى هكا الاستسهال وكل هاي 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 سهل سهل، راهو هذيك معناتها ما يعطيكش نتيجه، يزمك تتعب سبحان الله، يزمك تعمل دي سيستيم واكسيتيرا. اما كي تهمل صغارك في اي مكان راهم باش يفسدوك. لهنا ثم كل شيء، ثم الفساد وثم الصلاح وثم كل شيء، كيما في اي مكان، كيما في تونس، كيما كيف كيف. ركز انت على صغارك وكهو، هذاك مهمتك وهذاك هو تضحيه صغار، سيتان بروجي يلزمك تضحي على خاطرهم بصراحه وما اكثرش. معناتها الام هذاك هو، الام جابتهم هي اللي ربي خلق لها فيزيونومي اللازمه باش تتلهي بيهم، دونك تتلهي بصغيراتها وكهو. هذاك المشروع الاساسي. يا ولدي يا عبيد قال لك اجا توت سويت سقر، تي دوا بلو بروندر ولدي مسيو. او يا وزني بلي، لحظه لحظه برك لحظه، راني عندي حرب هنا. شنو باش طيب؟ والله نعمل في طرف فريت، وعندي زوز بوسانات صغار حملتهم روتي مارينيتهم البارح ولا برحت لولا. ماما نعم عايت العبيد كله يجي شويه روز وشويه سلطه. ولدي يا عبيد يعيط لك خوك يعيط. Il veut pas ولدي. Et je suis en live. Arrête non. S'il te plaît الله غالب. قال لك 5 سكوند ديجا نحي لي تقريبا الوحده الكوبه نتاع البسكله. سلام ليلى سلام. وبيبي 4 شهور بربي، شنو باش نعملوا؟ شنو باش تعملوا؟ انت عندك بيبي وباش تجي معناها يا هاك بيبي معاك، باش تعمل؟ اش عندك تعمل؟ ما فهمتكش سؤالك يا اميمه، ما فهمتوش. صحية الميكروب تي هذيك هي المعلومة هذيك المفيد. ثم حاجات معناها بالحق الميكروب كما قلت انت، الميكروب هكا هو هو اللي يعطيو عليه الواحد. مي ان بيبي بور كات موا تو فهمتك يا اميمة. يا اخي شو طبيب ماهوش باش يغر بيك هو، مادام قالك تو وحده يقاوم، تو وحده يقاوم ماهوش باش يغر بيك هما، معناتها يسون بلوس يعرفوا معناتها فراجيل ويعرفوا معناتها كل شيء. معناتها انا ناثق الحقيقه، معناتها ما عمري ما صارت لي فازة ولا اذا دونجورو تو يعطي ومرفتها زيت ولدي. القى ميكروب كما قالت المراه انا اعطاته ماهيش هي حز عليك الدواء، معناها هما ما يحبوش يعني هكيكا سيستيمهم، فهمت؟ اهلا فتونه اهلا. هذوما هما سالتني سالوني شكون الكندا ومن الكندا وسافو انت والكام تاعك. اما بالصغار معناها سافو لا بين، حتى كوم اون افونتور انا حتى نقول معناتها صغيرك يشوف بلاصه يعني بالعكس معناتها بلاد باهيه ومعناتها سافو لا بين انك تجي تجرب، معناها تاخذ حتى الجنسيه في تروا كاتران وبعد كان حاجتك روح هاي، معناها حتى بتخديم المخ راهو معناتها باي فاسون الفو لا بين معناها. اما شنو
انا بالنسبه ليا كعيشه دائمه فيها، معناها كيما الشتاء سقطني انا الشتاء، عمل لي لازم، ما كنتش عندي لازم وليت عندي لازم. ديارهم كردونه يعني ماكيتات ما فماش، كلهم كلهم لوح وحاله يز ستركتور لوح اكسيتيرا. سلام سهير، شنيا؟ لا لا رفيقة، نو سي كوريكت، مستانسين بيا ولادي هكاك، مريقل مريقل مريقل، لا با بزوان، ماهيش حاجة كبيرة، حكاية فارغة، بسكلة مكسرة حكاية فارغة. اه ماما شنيا؟ لا لا لا، اش عندك فيه؟ اش عندك فيه؟ أوس أوس، أغيت دو فيغ سا إي غونتخ سيل تو بلي. اش عندك فيه ولدي؟ اش عندك فيه؟ En plus, elle a besoin les enfants. Hey, ils sont plus naturels, exactement. بالنسبه لاولادي راهو ثم اخذ وعطاء، معناها مش كان انا نعطي، حتى هما يفهموا، معناها كي نقول لهم اصبر ولا استنى ولا ديجا، معناتها سي توت ان ترافاي، معناتها نخدم عليه، فهمت يعني؟ ما يقلقش، بالعكس عادي، يزمو يفهم اللي انا عندي لايف توا وعادي ويحترمني وكل شيء. مريقل هذاك هو، معناتها بالصغار بصراحه، معناتها الصغار ثم وين يتفرهدوا لهنا جراتويتمون بالفلوس باي مويان تنجم معناها تفرهد صغارك، ماكش محصور كيما في تونس بار اكزومبل، ولا فريمون يلزمك تكون من طبقه معينه، في المكتب كيف كيف يعاونوهم يقريوهم، اذا عندك ولدك ناقص معناتها يتلهوا بيه، معناتها ثم عنايه بيان سور، ماهيش كيما جمله تقوش عليه 200 اوس، شو تقوش عليه 200 اهو، كما ماهوش هو هاكا في اللي صادغ. لا لا ماهوش 200، ماهوش ضعنا قطوس وقعدنا نحاحيو عليه، بس حال كراها بس. اوكا قلت لكم، اوكا تحكي لكم رفيقه، قلت لكم سيميو بوغ على المناعه، معناه اهلا سنده، شنحوالك؟ سلم على خالتي ربيعه يا سنده. كان ثما معناتها عباد باغ اكزومبل ديزام عرش انا دي عندهم علاقه بالطب ولا ديزانفيرميير وكل يبداو يعرفوا، هذاك هو علاش معناها. ماما هو بيدو بلا شكوليه. لا لا ماهوش هو، 200 عنده البلون لهنا. هي ما يلا با شكوليه، هي ما عندوش بلون هو هذاك. هذاك هو. انا بصراحه جيتي اوفيرت للافونتور، قلت لكم مشيت معناتها ولدي مازالوا 3 ايام وندخل في التاسع، ومشيت باولادي الكل ما شاء الله وصغار على الاخر، وحبيت نجرب بلاصه اخرى وحاجه جديده، معناها تشجعت، كوراج معناها هي يلزمها، معناها انك تبدل بلاصه ببلاصه مش سهل، نعرف لا فامي وكل شيء، اما سافو لا بين، الحق الواحد باهيه، معناها باهيه باهيه، كندا باهيه اون جينيرال باهيه على الاخر، وباهيه علاش لا، الانسان او ما على جال الاولاد يقراو بالكدا ينفتحوا على عالم اخر، فهمت؟ بلو سيكوريتي رغم الهم اللي موجود فيها الكل، باللي ديار بلاش حديد مثلا. اول ما جيت انا تفجعت، قلت كيف شبي الدنيا محلوله هكا، شبي ما ثماش حديد، ما ثماش حديد، ما ثماش، ما عمرك ما تلقى فير فورجي ولا جامي، ما ثماش. شنو هو الاخر؟ الثلج هو المصيبه الكبرى، هي الثلج، الثلج صعيب. أول عام، ثاني عام، ثالث عام عادي، رابع عام عادي، نجم تتحملو، أما من بعد تفوت السانكون بصراحة يولي لك غمة على القلب. أنا قبل كي جيت ويقولوا الثلج، نقول يا خالو ذوتي هاو هاو ما تلقاهم ماهمش صابورين وكاهو، أما بعد السانكون بالحق تحس روحك نجم تمرض بدنيا ونفسانيا. كما قلت لكم المرض خاطر 6 شهور الدنيا ثلج، ما ثماش شمس، ما ثماش معناتها الفيتامين دي ناتوريل، ولا الناس كل بالفيتامينات تسف الحرابش. ما ثماش كيفاش يقولوها معناتها حلان شبابك سوفيزون، ما ثماش برشا حاجات برشا حاجات، والثلج يتعب يعني نفسانيا، تلمون ديما 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 ثلج، من الاول يا محلاه هبط يا مزيان، ومن بعد تبدا تستنى وقت تشوف الثلج باش يجي الصيف وكل شيء، وتجيك الطرف شمس، تجي الطرف شمس ثم كي تغير بريسك شويه نوعا ما، ثماش باساجك اللي ربيع ودرا شنو، لا تحسوا بريسك شوية معناه، حتى بدنك يتعب. أنا أول ما جات السخانة ضربت شي 5 أيام فاشلة، ما نجمش نتحرك إلا بشوية بشوية باش بدني معناتها ريكوبيغي إكسيتيرا.
يعني ماهوش ساهل، فما ليموسيون، فما الوالدين تخليهم في بلاصه ديما، هذيك معناتها فما شويه صعوبه من الناحيه ليموسيونيل، سينو فما برشا روتين كيما في اي بلاد كيما في اي مكان، هذيك هي الدنيا معناتها كاو، هذيك لا في معناتها كاو. اللي عنده صغار بالطبيعه باش يركز فيهم، اللي جايه وحدها كيف كيف تركز في خدمتها وعندها دي سيبل دي زوبجيكتيف تعمل فيهم، اللي جايه تقرا، اللي جاي كل واحد والكام تاعو، فهمت؟ اما سي بيان، انا ننصح سورتو لي فامي معناتها ننصحهم يجربوها، فهمت؟ يمشيوا بالبروسيدور ليغال ويجربوها، علاش لا؟ معناتها باهية كتجربة، باهية على الاخر. انا نعتبرها تجربة في اي مكان في اي بلاصة، ديما تجربة. انا جو سوي اوفيرت للتجارب، يعني ما نحب لي زافونتور ونحب، ولقيتها معناتها ربحت منها برشا حاجات. اولادي بصراحة ربحت معناها او ما قرايت اولادي جيب وجيب، معناها جيب جيب وجيب في القراية، معناتها الحقيقة نيفو بعيد، ترغيب كيفاش يقريهم، كيفاش تلقى حق ولدك، كيفاش كذا، كيفاش المعلمين بيدهم معناتها يقفوا لولدك، شنو فيها حرية، تنجم تقول معناتها حرية أكثر من لازم شوية، معناتها هذيك هذيك أنت بيدك أنت، كيفاش تربي ولدك، كيفاش تحاضيه، كيفاش تعس عليه، كيفاش تراقبه، كيفاش توجهه، كيفاش كذا كيفاش كذا، هذيك مهمتك، فهمت؟ سلام يا سندة عايشك. فوالا il faut faire les activités. مش الناس الكل يا رفيقه يسون كابابل باش يعملوا الاكتيفيتي، انا واحده من الناس نبرد برشا 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 برشا، فهمت؟ ما نجمش. ثم ناس لا تقول لك نعمل اكتيفيتي، ثم راجل نعرفه صاحبنا قال لك تحط، تبارك الله سبورتيف وكل شيء، قال لك تحط في الاكتيفيتي نتاع الناس، قال لك من وقتها معناتها ما عادش درت بيه على خاطر خفت، معناها قلت مشيش نطيح انا نخدم على عائلتي اكسترا. مش الناس كل يعني تحبهم، انا هزيت ولادي با مال دو فوا زاد يبردوا يبردوا، يبداو لابسين وكل ويبردوا على الاخر، سورتو عندي ولدي نيميرو 4 قريس برشا، معناها ما يتفرهدش فيها الاكتيفيتي. يلزمك تختار دي جور، يلزمك كذا، ساعات الراجل ماهوش ديسبونيبل، سا ديبون معناتها انت سيتياسيون فاميليال، ساعات راجلك مش ديسبونيبل، ساعات برشا حاجات، فهمت؟ اما معناتها مع ليكول وكل، انا جو بروفيت دو لي زانسكريغ هاكا يمشيو معناتها مع ليكول. رفيقه قالت لكم سي اون اكسيلونت اكسبيريونس، انا نشوفها اكسبيريونس، فهمت؟ باهيه و الفو لا بي، ويا خويا في الاخر تنجم تاخذ الجنسيه اون سي جامي، تستحقها تصيف فيها، جو سي با سي تانا تو، معناها حاجه دو بلوس، علاش لا؟ عباره واحد ياخذ ديبلوم زايد ولا. انا واحده من الناس حبيت نكمل على خاطر انا عملت قريت بوزار في تونس، عملت 4 عام ودخلت في 5 اني 3، هو معناتها ثم 4 عام وثم 5 عام، السبيسياليتي نتاعي انا ارت جرافيك سيتي 5 عام، دونك عملت 4 عام ودخلت 3 موا في 5 اني وعرست، وامي انسويت مرضت، وانا وقتها حطيت الحجاب اكسيتيرا، دونك جاتني نوعا ما ساتوراسيون فشله كبيره خاطر تعبت قبلها والكل، وابار مرضت امي والكل، دونك بصراحه وقتها جي اغيتي وقلت في العقل سواء نكمل سواء ما نكملش، ساي جيتي ساتوري، دونك جي اغيتي في 5 اني نتاعي، حبيت نكمل لهنا وكل شيء. اولادي وقتها زاد صغار، دونك جي ايزيتي اني نقدم ما نقدمش، اون فيت قدمت وعندي لي غولوفي دو نوت كانوا ناقصين وجافي ان بروبليم، معناتها يلزمني نهبط لتونس وباش ناخذهم، وتعرفوا ماهمش كما لهنا، عكس لهنا، لهنا مثلا ثم حاجات سهله، مثلا برشا حاجات بالتليفون تتقضى، جامي تمشي باش تخلص حاجه، احنا بيتنا من الاول ما تمشيش تخلص حتى شيء معناتها بالتليفون، كل شيء لي فاكتور وكل اونلاين، معناتها اسهل برشا الحياه لهنا، اسهل برشا في حاجات من النوع هذاك، معناتها فهمت؟ مصاريف قويه على خاطر هذاك هو، ما تفرحش بشنو تاخذ خاطر تخرج برشا فلوس معناها، وسورتو كي تبدا عندك صغار يلزمك ياسر مصروف، تخدم على روحك وثم شويه معاونات اكسيتيرا ولاباس ان شاء الله، ما تموتش وما تضيعش، كندا معناتها بلاد الخير بالحق، وانا ننصح اي عبد يجرب والتجارب راهي مختلفه، اما ليسونسيال انه معناتها تكون مستعد انك تعاود، انك تبدل الدوبين، انك باش تعمل ايكيفالونس للشهاده نتاعك، معناتها تكون اوفير، انسان اوفير معناتها، سينو اذا كان انت مقوقع ولا ونحب نعمل كان هذيك وكل شيء وسي با بوسيبل لهنا، تولي معناتها تتبلوكا ولا تمرض ولا ما تطيقش ولا تروح معناها تجري ولا هكاك. هذاك هو معناتها الريزومي. شنو هو الحاجات الباهيه انكور؟ توا هاو سايبوا الكنابيس جمله واحده،
معناتها ولاو العباد البارة يفيميو في الكنابيس، الحقيقة الريحة مقرفة جدا، أولادك ينجموا يشموها، ثم معناتها كيفاش نقولوها الحاجات السلبية، ثم سلبيات معناتها بالطبيعة، ولكن تجي تقارن سي لا ميم شوز. أنا واحدة من معناتها سي لا ميم شوز، معناتها في تونس يفون فواغ بريسك لا ميم شوز، بالعكس ساعات أعظم. يعني انت يلزمك تقفلهم، تحكي معاهم، تقنعهم. اللي عنده عائله يعني يلزموا بالحق، يلزم شخص يتفرغ لصغاره، سينو بصراحه يضيعوا بصراحه. معناتها سانسيرمون ما غير ما يقنعني حد، ما تقفش لعائلتك في اي مكان راهم يضيعوا لك صغارك، فهمت؟ يعني يلزم بارتاج دي تاش، يلزم حد ليه فريمون بالصغار اجوس كازيد وباللي بواتا لانش وبالماكله وبال هاك اللي تسقد وتهز دراوين وقارد ودرا شنو وتو يدبروا روسهم وتو راهو ما يذيعوا لك، خاطر يلزمهم حتى سويفي بسيكولوجيك صغار، ويلزمهم انكادرومون معناتها باش ليدونتيتي نتاعهم تقعد هي بيدها، وباش يقعد يحكي لك بالعربيه وباش كذا وباش كذا. فوالا يظل لي قويه الكوشه، خلينا نقف فيها. دونك هذاك هو التلخيص وهذاك هو الاسئله. انا ما نحبش الكتيبه، راهو كي تبعثوا لي اسئله راني باش نعمل دي لايف، ما نجمش نكتب، ما نحبش نكتب وما عنديش الوقت باش نكتب. عندي الاولاد او ميم طون تقني نعس عليهم، او ميم طون تقني نطيب باش نجم معناتها كي نحكي او ميم طون سي كوريكت، اما باش نقعد نكتب ونرجع بالجو باش نقعد نحكي انا في النوم ما عنديش الوقت وما نجمش، سامحوني. اهلا نيسه، نيسه شنحوالك؟ لاباس لاباس لاباس. شنو هو الاخر؟ برشا برشا هما حاجات، معناتها برشا حاجات على تربية الصغار، ثم برشا دي بوان على معناتها يلزم شوية استقلالية للمرأة باش تتلها بصغارها وكل شيء، يلزمها كهرباء، يلزمها الدور، يلزمها تقضي، يلزمها خاطر باش تنجم معناها تعمل معناها بور جيغي بور بيان جيغي معناتها لا فامي، يلزمك تكون عندك استقلاليه، يلزم تكون عندك كهرباء ومينيموم معناها باش تتحرك سورتو في الثلج وكل شيء. ثم مدرسه عربيه بارتو بريسك، ثم القران بريسك بارتو، يعني يعلموا القران، معناتها اولادك ما عندهمش علاش باش يضيعوا ولا باش يقديوا ولا حتى شيء ابار انك انت في الدار. راهو دور الاباء نعاود نكررها معناتها اسونسييل، لازمهم يقفوا لصغارهم. ثم ديزاكتيفيتي في الصيف اكثر بالطبيعه، ثم لي بارك، ثم البيسينات، ثم معناتها كي يبداو صغار تنجم فريمون يعني يتفرهدوا والكل، ما ينقصهم شيء باذن الله. معناتها الصغار ما تخممش فيهم، اما تخمم يعني انت اذا كانك انت معناتها يلزمك تكون عندك روح المغامره وروح الصبر، معناتها تصبر فهمت باش تلوج ترافاي، خاطر الناس الكل مش كيف كيف، مش لي دومين الكل كيف كيف، ثم ناس تجي زاد ما نعرفش. انا عندنا صاحبنا معناتها مثلا في المهني ولا حاجه ولا يقري معناتها ولا حاجه، ينجموا يدبروا ديريكت دي كونترا ويطلع ديريكت معناتها بخدمته، فهمت؟ ثم دي دومين ينجموا، اما ثم معناتها اون جينيرال وكل شيء ما يلزمك تعاود من الاول جديد، يلزمك فريمون تكون مستعد انك تبدل الدومين، راهو في اي لحظه تنجم تخدم خدمه وتبدله، ما حتى شيء ما هو فيكس معناها، فهمت؟ كاو حتى شيء ما هو مضمون يعني. أبار البعد على الفامي، ثم ناس تكون متعلقة بوالديها ولا بحاجة تتعب، فهمت؟ خاطر بعيدة كندا، راهو تويكا ولات 8 سوايع ولا قداش باش تاخذ الطيارة، معناتها ولا ما نعرف 10 سوايع، ننسى أنا عندي الزهايمر، أنا ما خاطر مخي يخدم برشا، ما نركزش ياسر على الديتاي برشا، حتى ولو يبينوا لكم بساط ما نركزش فيهم. قبل يمكن 12 ساعة ثم ديزيسكال وكل شيء، تويكا أبرك، يظلي 8 سوايع ولا 9 سوايع. على فيل معناها كمان 9 سوايع في الطياره ماهمش ساهلين، مع صغار مع كذا مع باجاج، مع ماهيش قريبه كندا، معناتها راهي بعيده، معناتها راك مش بتروح كل عام، مثال صعيب واحد يروح كل عام، راك يلزمها فلوس، راهي التيكي نتاعها 1500 فوق 3 ملايين، راهو العبد برك، يعني راهي حكايه معناها، فهمت؟ اللي تلقاه مربوط برشا ولا تلقاه ما ينجمش ولا حاجه يتعب، اكيد باش يتعب. يلزم واحد يكون يعني ينجم روحه، اللي يحب جوست يجي يعملها تجربه وكل سافو لابين، سافو لابين. واللي يحب يعيش فيها معناتها هو يقرر، الانسان هو يعيش فيها يقرر شنو معناتها. انا نشجع العباد الحقيقه، نشجعهم على الاخر، بلاد خضراء ما شاء الله محلاها في الصيف، طياره
الخضار وكل شيء في الشتاء الثلج يطول شويه قال غالب، مي كيما قلت لكم من الاول نجم تتحملوا، اما من بعد يولي يتعب، وبرشا ناس تاخذ دواء الاعصاب لهنا خاطر تتعب من مكل جري ومكل واحد معناتها تكتئب معناها ياسر يتعب. برد برشا معناها ما تنجمش كل معناها ساعات توصل ايامات بارده ياسر، معناها عادي باش تقعد بريود في دارك، راك باش تقعد في دارك يعني ما ثماش داير ناس كلها بخون دو بوا، وما غير ما يشعر الانسان يبدا يعبي خاطره معناتها يلوش في السخانه وفي الشالور اكسيتيرا. كل شيء بالشوفها جات بالكليماتيزور تنجم تركب، معناها موجوده الرفاهيه كل الحمد لله يا ربي، لي جران اسباس كذا موجود كل شيء. ثم ناس تقيد ولادها في ديزاكتيفيتي معناتها بالفلوس في الكوره، في معناتها موجود كيما في الاماكن الكل وكيما في تونس وخير من تونس بالطبيعه. معناتها ما نيزيتي با الحقيقه باهي راهي كندا سورتو اللي عنده صغار نيزيتي با. هذا هو كان نسيت حاجه تو ان شاء الله نقولها لكم في اللايف الجاي. شنو هو ذا؟ هكا هو نيت تغسل الخطره. فوالا البديت هذا هو اللايف كان مختلف ووكا ان شاء الله في الفرصه القادمه هيك نكمل نطيب عشايه ونرتاح. بسم الله هاي فريت 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 خبز وكل حكايات. سا ديبون وين تسكن، ثم بلايص فيها برشا عرب معناها الكوميونيتي موجوده كيما جون تالون وسان ميشيل وبلايص، احنا اول ما سكنا في كود فيرتو وقتها وكل كارتيه فيه لبنانيين شويه وما فيش برشا توانسه كي برا فكرة عاد تو شنو قصتك تو ما فيش برشا توانسه وكل شيء، اما معناتها سافا. من بعد نقلنا النافال نقلنا معناتها قعدنا ننقلوا لا اله الا الله بسم الله. انت تختار وكل لاباس 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 اللي يحبوا يجيو كوراج 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 وربي معاكم وربي ان شاء الله ييسر لكم في كل ما هو خير ليكم ولصغاركم وكل شيء معناتها مرحبا بكم وسلام سلام.